لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. كنقول لك اخويا السي عبد الكريم، اقل شيء ممكن ديرو وهو انك قبل النوم غتاخذ واحد الكاس ديال الماء وغتقرا فيه بالصوت ديالك سوره الفاتحه. الفاتحه 7 مرات، كتسمى الشافيه والعافيه والكافيه، الفاتحه ام الكتاب. نقرا بها 7 مرات في اناء ديال الماء ونشرب داك الميها بنيه الشفاء، وخلي داك الماء غيسرح في الذات ديالك. فين ما كاين عندك الاذى، فين ما كاين عندك المرض، راه الماء غادي يوصل حتى لعندو وينقيه وغيطهرو وغادي يغسلو، ثم الاذى غيمشي للمسالك البوليه وغادي يخرج مع التبول اعزكم الله تعالى. هذا الامر مهم، راه في واحد المنفعه عظيمه وجليله. كنعرفوا عدد ديال الناس عندهم امراض خطيره، داروا العلاجات، داروا الفحوصات، داروا العمليات، وبقوا كيشعروا بالتعب، وسبحان الله العظيم حينما يستعملون هذه الطريقة كيجيب الله تعالى واحد الشفاء عاجل، حتى أنه لما يعود إلى طبيبه وكيدير واحد كونتخ فيزيت كيقول لي سبحان الله أش درتي من دواء، كيقول لي والله ليس هناك من دواء سوى الفاتحة والماء. القرآن الكريم لما قرئ له، وماء زمزم لما شرب له. ومعلوم أخي الفاضل بأن الأمراض تحتاج إلى مصاريف كثيرة، يعني العملية، ولما تنتهي العملية كتبقى الأدوية وكتبقى العناية. الله يحسن العون باش ربي سبحانه وتعالى يأتينا بالرزق. نكثر من الاستغفار، نكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار هو عنده واحد المفتاح لبوابة الرزق. ربنا عز وجل يقول لنا على لسان نبي نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني الذي لا يستغفر مولاه وكأنه لا يرجو لله وقارا. سنستغفر، يكثر من الاستغفار. وعدنا ربنا أنه يرسل السماء عليكم مدرارا، أمطار الخير، ويمددكم، المدد، المدد الإلهي، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رزق وفير بالاستغفار، وهذا ما أكد عليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الرزق الوفير والخير الكثير. فأخي عبد الكريم الله يشافيك، اللهم تعالى يعافيك، الله يأتيك بالرزق الوفير والخير الكثير، إنه سميع قريب مجيب. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل معكم مستمعي الأفاضل، ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات. مرحبا بكل الأحبة، نحن كلنا قلوب صاغية. ونأخذ الآن من مراكش معنا السي عبد الكريم. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس؟ الحمد لله مولاي. ديال أخويا لاباس؟ ولله الحمد. بغيتك تدعى معايا الله يرحم الوالدين أخويا. يا رب يا كريم. معاك درت شي عملية، 4 عمليات درتهم. الله الله الله. عندي الكيس، فتحت الكبده والريه. الله اكبر، الله يشفيك يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. وكيف بقيتي دابا؟ كيف بقيتي اخويا دابا حاليا؟ شويه شويه عملها شويه. الله يجيب الشفاء اخويا، الله يرحم ضعفنا، الله يرحم ضعفنا، لا اله الا الله. كاين شي محسنين يعاونوني الله يرحم الوالدين يا ربي باذن الله. الله يرحم الوالدين. واخا مولاي نحاول ناخذ الرقم ديالك باذن الله الواحد الاحد.
يا ربي يا كريم باذن الله. الله يشافيك مولانا، الله يشافيك مولانا، الله يمتعك بالصحه، الله يمتعك بالعافيه. اخي عبد الكريم لا تخاف ولا تحزن، الله سبحانه وتعالى اسمه الشافي والعافي والمكافي، ان شاء الله يشافيك مولانا شفاء تاما. الله يشافيك والله ياتيك بالرزق الوفير وبالخير الكثير. كنحاول نضبط الرقم ديالك اخويا، ونطلب ربي سبحانه وتعالى الى يفتح شي باب من ابواب الخير نتواصل معك باذن الله. لا اله الا الله، الله يشافي والله يعافي والله يداوي من عنده. كنقول لك اخويا السي عبد الكريم، اقل شيء ممكن ديرو وهو انك قبل النوم غتاخذ واحد الكاس ديال الماء وغتقرا فيه بالصوت ديالك سوره الفاتحه، الفاتحه سبعه المرات، كتسمى الشافيه والعافيه والكافيه، الفاتحه ام الكتاب. نقرا بها سبعه المرات في اناء ديال الماء ونشرب داك الميها بنيه الشفاء، وخلي داك الماء غيسرح في الذات ديالك. فين ما كاين عندك الاذى، فين ما كاين عندك المرض، راه الماء غادي يوصل حتى لعندو وينقيه وغيطهرو وغادي يغسلو، ثم الاذى غيمشي للمسالك البوليه وغادي يخرج مع التبول اعزكم الله تعالى. هذا الامر مهم، راه في واحد المنفعه عظيمه وجليله. كنعرفوا عدد ديال الناس عندهم امراض خطيره، داروا العلاجات، داروا الفحوصات، داروا العمليات، وبقاو كيشعروا بالتعب، وسبحان الله العظيم حينما يستعملون هذه الطريقه كيجيب الله تعالى واحد الشفاء عاجل، حتى انه لما يعود الى طبيبه وكيدير واحد كونتر فيزيت كيقول لي سبحان الله اش درتي من دواء؟ كيقول لي والله ليس هناك من دواء سوى الفاتحه والماء. القران الكريم لما قرئ له، وماء زمزم لما شرب له. ومعلوم اخي الفاضل بان الامراض تحتاج الى مصاريف كثيره، يعني العمليه، ولما تنتهي العمليه كتبقى الادويه وكتبقى العنايه. الله يحسن العوان باش ربي سبحانه وتعالى ياتينا بالرزق. نكثر من الاستغفار، نكثر من الاستغفار، لان الاستغفار هو عنده واحد المفتاح لبوابه الرزق. ربنا عز وجل كيقول لنا على لسان نبي نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني الذي لا يستغفر مولاه وكأنه لا يرجو لله وقارا. سنستغفر، يكثر من الاستغفار. وعدنا ربنا أنه يرسل السماء عليكم مدرارا، أمطار الخير، ويمددكم، المدد، المدد الإلهي، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رزق وفير بالاستغفار، وهذا ما أكد عليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الرزق الوفير والخير الكثير. فأخي عبد الكريم الله يشافيك، اللهم تعالى يعافيك، الله يأتيك بالرزق الوفير والخير الكثير، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.